يعني مرضين قسم الضنك و أصبنا يعني في هذا المرض بعد معالجة الناس. يعني هذا وباء منتشر في المحافظة بشكل عام، ووجه رسالة لأصحاب مكتب الصحة يعني بتحرك ضد هذا الوباء والسلطة المحلية. انت ولا واحد منهم؟ ها؟ انت ولا واحد منهم؟ عشان يقولون هذا الجيش الوطني عشان يتحمل ضنك. كانت 500 واليوم يقولون ارتفاع النسبة كثير ومنتشر الآن في المديريات. احنا من مديرية انصاب وفي من مديرية بيحان ومديرية عزان، في كثير حالات تجي، وفي حالات أمس حولوها تحويل لعدن وللمكلا. نقص العناية اللي موجودة هنا في المستشفى. أتى هذا الدعم تلبية احتياجات الأهالي والسلطة المحلية في المحافظة، ونشكر الأخوة في السلطة المحلية في المحافظة ومكتبي الصحة والأشغال العامة لتعاونهم وإشرافهم لتنفيذ هذه الحملة. نتمنى من الجميع التعاون. أرشوك بعذرة. نعم بيض الوجه في العمل ان شاء الله. اقربهم ان شاء الله معذورين. ان شاء الله. جدا من الحالات، وصل عدد الحالات الى 500 حاله وسبع حالات وفيات، مع عمليه الرش التي قام بها مرضى الهلال الاحمر الاماراتي ومع فتح العياده المجانيه للمرضى احمد ضنك، بدا عدد الحالات يخف كثيرا، حيث تم عمل عياده وعياده داخل قسم الطوارئ وعياده اخرى في العنايه المركزه. مع وجود الحالات هذه ومع تواجد الطاقم الطبي خف عدد كثير عدد الحالات، ولكن يهمنا هذا وعدد الحالات متزايد. طبعا المستشفى عتق يستقبل الحالات طبعا من كل مديريات المحافظه، من عتق، من الصعيد، من صاب، من كل المديريات. ما